ركام الموصل ودمارها وما مر بها من نكبات لم يمنع أبناءها من الابتكار والإبداع، فتلك الأرض ولادة تتحدى المصاعب والمحن. مبتكرتان عراقيتان من جامعة الموصل، الباحثة العراقية شفق طارق والدكتورة أميرة محمود الراوي، تتوصلان إلى اكتشاف ثلاثة أنواع من البكتيريا تمتلك القدرة على إنتاج رقائق الذهب. هناك عدة طرق لتصنيع دقائق الذهب النانوية، منها الطرق الفيزيائية والطرق الكيميائية، لكن ارتأينا أن نتطرق إلى الطرق البيولوجية في إنتاج دقائق الذهب النانوية لما لها من فوائد عدة، بأن أهم فائدة فيها هي كونها صديقة للبيئة، طرق صديقة للبيئة وأقل تكلفة من الطرق الفيزيائية والكيميائية التي لها آثار جانبية وسلبية كثيرة، منها كونها مواد سامة وخطرة، بالإضافة إلى استعمال مصادر تحتاج إلى طاقة عالية وبالتالي تكون مصدر لتلوث البيئة. ولكون هذه الطريقة هي صديقة للبيئة، ارتأينا أن نحصل على هذه الدقائق، على دقائق الذهب النانوية من بيئاتنا المحلية وباستخدام البكتيريا الموجودة فيها بشكل طبيعي. الدكتورة في جامعة الموصل أميرة الراوي بيّنت أن هذا المشروع يعد سابقة على مستوى جامعات العراق، كما يعد فتحا في مجال العلوم الحيوية والكيميائية. واقترح هذا العنوان، وذلك لأن البحث هذا أو العنوان هذا المشروع يعد الأول على مستوى الجامعات العراقية، فتم الاتفاق على البحث وأجرت الباحثة خطوات العمل وتم التوصل إلى نتائج متميزة وعلمية دقيقة. من خلال البحث تم الحصول على 5 عزلات من البكتيريا التي لها القابلية على إنتاج دقائق الذهب النانوية. جامعة الموصل تعتبر هذا الابتكار وسام فخر يكشف عن عراقة هذا الصرح التعليمي وقدرته على تخريج المبدعين والعلماء حتى في أسوأ الظروف. تفتخر كلية العلوم جامعة الموصل بما حققته الدكتورة أميرة محمود الراوي المحترمة وطالبتها الدكتورة شفق طارق برهان ببحثهم المتميز بقدرتهم على عزل وتشخيص أنواع بكتيرية قادرة على إنتاج الذهب، وبدورها تعاهد كلية العلوم وجامعة الموصل على أن تبقى منارة للعلم والعلماء، تفتخر وتتميز ببحوثها ومنتسبيها، وعلى أن تكون هذه البحوث تخدم المجتمع وعلى أن تكون ذات فائدة وذات مردود إيجابي إن شاء الله. هذه الومضات العلمية المشرفة في حقبة الجهل وإهمال العلم تؤكد أن العراق لا ينكسر، ومقومات نهوضه على المستوى الحضاري متوفرة مهما بلغ الانهيار الذي تدفع البلاد إليه الطبقة الحاكمة الفاسدة.